رح نحكي عن العلوم الطبية بجامعة بيروت العربية مع بروفيسور رجاء فخوري. أهلا وسهلا فيك. حضرتك عميدة كلية العلوم الصحية. إذا بدنا نعرف شوي عن هالكلية وعن العلوم الطبية بشكل عام، كيف أو شو هن؟ أول شيء بحب أقول بونجور وبتشكركم على استضافتي بالبرنامج، وبتشكركم على اهتمامكم بالنشاطات الثقافية والتربوية. يعني رغم كل شيء أنتم مهتمين بهذا القطاع. العلوم الصحية تأسست بال 2006 بجامعة بيروت العربية استكمالا للكليات الطبية الثانية اللي هن كلية الصيدلي، كلية الطب وكلية الطب الأسنان. فكان في برامج بعدها ناقصة ومطلوبة بالسوق، مشان هيك تأسست كلية العلوم الصحية بأول برنامج اللي هو التمريض. وبحب شدد على قديش أهمية هالتخصص هيدا بلبنان، ومش بس بلبنان، بالمنطقة. لأنه بس بحب أعطي حسب إحصائية نقابة الممرضات والممرضين، المطلوب يكون في 24 ألف ممرض، المينيموم المطلوب 14 ألف ممرض، نحن عندنا بس بلبنان 7000. فإذا في شورتج كتير مهم بهالمجال هيدا. ومن هون تأسست هالكلية العلوم الصحية لتلبي حاجة المجتمع اللبناني. وبالإضافة للتمريض عنا العلاج الفيزيائي، وعنا العلوم المخبرية، وعنا التغذية. هدول البرامج اللي الأندر جراجويت، يعني الليسانس. وبالإضافة لهالبرامج عنا بوست جراجويت بروجرامز اللي هن الماستر بالنيرسينج، بالنيوتريشن، بالميديكال لاب، وعندنا ماستر ان فود سيفتي، وفي ماستر كتير بحب ضوي عليهم هن الدي بي تي دكتور ان فيزيكال ثيرابي، لانه اول برنامج تاسس بلبنان كان الفيزيكال دي بي تي ان فيزيكال ثيرابي، كان بجامعه بيروت العربيه. وفي برنامج كمان كتير مهم نحن الوحيدين اللي بنطرحه، هو ماستر بروفيشنال ماستر ان انفكشن كنترول اند بريفنشن. فهيدا مطلوب جدا بكل القطاعات اللي لها علاقه بالانفكشن كنترول، يكون في موجود شخص عنده هالشهاده هاي. عم نشوف الفيديو وحضرتك عم تخبرينا عن المبنى، عن الخدمات. نعم. عن الاكويبمنتس، كل التقنيات الجديده يلي موجوده. يعني كثير تطور وكثير تقنيات جديده. هالتقنيات كمان بتستعملوهم بخلال التعليم بالاشياء التطبيقيه؟ يعني كيف هون بتم العمل؟ خلينا نقسم هيك شوي بين النظري والتطبيقي. صحيح. نحن تماشيا مع استراتيجيه الجامعه اللي هي نهتم طبعا بالعملية التعليمية وبالبحث العلمي بالإضافة لخدمة المجتمع. منشان هيك هون بجامعة بيروت العربية بكلية الطبية عنا عيادات الرعاية الصحية لكلية الطب، عنا عيادات طب الأسنان لكلية طب الأسنان، وعنا العيادات الاستشارية اللي فيها بيصير في تحليل دواء لكلية الصيدلي. وبالعلوم الصحية عنا عيادات العلاج الفيزيائي، وعنا عيادات التغذية، وعنا اللايف سبورت سنتر اللي هو سنتر بيعطي تريننج للأطباء والممرضين، معتمد من الجمعية الأمريكية اللي هي American Heart Association. بنعطيهم ديجري سيرتيفيكت بهالتريننج اللي عاملوهم، ان كان بيزك لايف سبورت او ادفانسد كارديك لايف سبورت او بيدياتريك ادفانسد لايف سبورت. يعني قد ايه مهم هالموضوع اليوم؟ كثير مهم بوجوده بالجامعه. لانه اول شيء نحن عم نعمل خدمه المجتمع، وكمان مثل ما حضرتك تفضلتي وسالتي انه الطلاب عم يشوفوا هالتطبيق قبل ما يروحوا يشتغلوا. فسو عم يعملوا الكلينيكال تريننج هني وبعضهم بالجامعه. وهالكلينيكال تريننج اوقات بيكون مثل نوع من خدمه اجتماعيه. صحيح. مجانيه. صحيح. للاشخاص اللي بحبوا يتوجهوا لعندكم. خلينا نحكي شوي عن هالموضوع وقد ايه كمان هالموضوع مراقب وفيه مهنيه عاليه جدا. صحيح. كل هالعيادات هي تحت اشراف اختصائيين، يعني مش دكاتره هن اللي بيشرفوا على كل هالعيادات. وبالتالي نحن بنفتح المجال لكل الناس اللي بيحبوا يستفيدوا من الخدمات اللي بنقدمها انه يجوا على الجامعه، وكل هاي خدمات فور فري عم بتكون، او عم بتكون بمبلغ كتير بسيط جدا بالاشياء اللي مثلا بتتعلق بالطب اسنان اللي فيها تكلفه مثلا، فمبالغ كتير مدروسه عم بتكون خدمه للمجتمع، وبنفس الوقت طلابنا عم يستفيدوا من هالشيء لانه عم يتمرنوا بالجامعه. كثير مهم هالموضوع. اذا بدنا نحكي شوي عن المؤتمر يلي رح بيصير ب 26 أدار. عنوان المؤتمر High Fidelity Simulation in Nursing Education and Practice. شو يعني؟ شو عم بيصير؟ وشو البرنامج تبع المؤتمر؟ ولمين أيضا؟ أوكي. السيموليشن هي طريقة تعليمية متطورة جديدة نسبيا، وهي بتعتمد على طريقة معينة بتؤدي إلى صقل وتطوير وتطبيق
المعرفة والمهارات عند الطالب. يمكن ما وضحت بهالشرح هيدا، هيدا الشيء بيكون بخلال لايك ريل كلينيكال سيناريو عم يصير. سو الطالب بياخذ ثيوري بالاول، ومن زمان كان يروح على المستشفى ويطبق. حرصا على سلامه المريض اعتمدنا الاساليب الحديثه بالتعليم اللي هي السيميليشن، فالطالب قبل ما يروح يطبق على المريض بيتعلم على مانيكن. سو عنده مانيكن، وعندنا تو تايبس اوف مانيكن، عندنا اللو فيداليتي اللي بيكون بس ليتعلم كيفيه معالجه الجروح او الحروق او كيف يعمل انجكشن او كيف يعلق مصل، والهاي فيداليتي هو بيكون المانيكن موصول لكمبيوتر وبيتفاعل مع الحاله، يعني بيكون في سيناريو معين. هل ليتس سي انه عندنا هارت اريست، فالمانيكن موصول على الكمبيوتر بيعلى ضغطه، بيتضغطه، بيوقف قلبه، بيمشي قلبه، وبيكون هذا الشيء تحت سوبرفيجن لاسيدي. يعني بتبتدي السيميليشن سيشن سيميليشن بعرض شو هي اهداف السيشن، بيكون في كلينيكال سيناريو، بيكون في اورينتيشن للطلاب، وبيبلشوا يطبقوا كانهم عم يطبقوا على بيشنت، بس هيدا طبعا عم يكون مانيكن تحت مراقبه الاستاذ، وبيصوروهم، ومن بعد ما تخلص السيشن بيرجعوا الطلاب بيحضروا السيشن وبيعملوا ديسكشن مع الاساتذه، بيعملوا سيلف اسسمنت، لانه مثل ما بنعرف هلا ستودنت سنتر ادوكيشن صارت كثير مهمه، لانه الطالب بيشوف وين صارت اخطائه، كيف يعالج اخطائه، وبيعمل بنسميه شيء ديبريفينج مع الاستاذ اللي بيشرح له شو الاشياء اللي صارت، شو كان لازم تعمل. وبحب اذكر هون انه مش بس مع المريض بيتعامل النيرس او الطبيب، اللي بيتعامل مع اهل المريض، وهذا شيء كتير مهم. النفسي يعني صحيح شوي. فبيكون في كمان حدا على أساس أنه هو أهل المريض. يعني مكملين كل الواجبات بهالمؤتمر هيدا. لمين موجه؟ هو بس للطلاب كون؟ وكيف مقسم العمل يعني أوكي. خلال النهار؟ أوكي. هو لا مش موجه بس لطلابنا، هيدا المؤتمر عاملينه ان كولابوريشن مع البارتنرز تاعولنا. اللي بيميز كمان جامعة بيروت العربية والكليات انه عندنا انترناشونال كولابوريشن، فعندنا شركائنا بامريكا مثل جون هوبكنز واللي نحن منظمين معهم المؤتمر، عندنا بميريلاند، عندنا باوروبا بايطاليا مع بافيا يونيفرسيتي، عندنا مع كمان مودينا اند ريجو ايميليا، وعندنا حتى بالبلدان العربية مع القاهرة وبالسعودية مع جامعة الفيصل، وحتى بلبنان. هالبارتنرز تعولنا هن المشاركيننا بهالمؤتمر، وهو تحدد مع جون هوبكنز بالذات. نعم. فحيجي سبيكر من جون هوبكنز هو يقدم المؤتمر، وبالاشتراك مع نقابة الممرضات والممرضين بلبنان. فهيدا اللي ناشطة جدا هالنقابة، ومنوجه لهم تحية فعلا. بالفعل وهن شجعوا كتير وساعدونا كتير، فحيكون موجه لكل العاملين بهيدا القطاع، ولمدراء الكليات التمريض والاساتذه وكل الممرضين، يعني مفتوح واتس فور فري. بيقدر مين ما كان يقدر صحيح. يتوجه ويحضر هالمحاضرات او هالعمل يلي رح بيكون تطبيقيا ايضا. خلينا هيك قبل ما نختم نرجع نذكر مين الاشخاص يلي ممكن يتسجلوا بهالكليات. هل في شروط قاسيه مثل شروط الدخول على كليه الطب، او ممكن تكون اسهل شوي لاختصاصات معينه؟ يعني مين الاشخاص المؤهلين اللي يدخلوا الكلية؟ طبعا في امتحان دخول. نعم. الشرط انه يكون انهى البكالوريا او ما يعادلها، وبيعمل البكالوريا العلمي ضروري. نعم. نعم. وبيعمل امتحان دخول، امتحان مواد علمية، وبيعمل امتحان انجلش، واذا بينجح طبعا بيقدر يفوت على هالكليات هاي. وبيكون في بارت من الادمشن اكزام بيكون بنشوف سكيلز تعول الطالب، يعني اذا مهتم يفوت على الدنتستري هل يا ترى عنده سكيلز تفوت على الدنتستري، اذا وبنعمل معهم انترفيو، اذا بده حابب يفوت على الفيزيكال ثيرابي هل يا ترى فيزيكلي بيقدر يتحمل هالمهنه، للنيرسينج نفس الشيء، فبنعمل انترفيو مع الطلاب تو ميك شور انه هن جاهزين انه يقدروا يدرسوا بهالمجال. بيكون في نوع من تيست صحيح اورينتيشن. احيانا الطالب ما بيبقى عارف شو بده، وبالتالي نحن لما نقعد معه بنعمل معه انترفيو يمكن بيتاكد اكثر المجال اللي حابب يدرس فيه. يعني ما رح نحكي كتير شق مادي، ولكن لبعض الأشخاص اللي عن جد كفؤين وحابين يتسجلوا ولكن شوية مادياتهم ما بتسمح لهم، في هيك سبيشال تريتمنت، في أشياء عروضات، أو في مثل يعني سيرفيس سوسيال لهم؟ هو اللي بيميز جامعة بيروت العربية هي أقساطها اللي بفعل it's very affordable compared للفيز بالجامعات التانية، ولكن كمان في financial aid. نحن عنا دايما كل سنة بيجتمعوا اللجنة وبيدرسوا حالات الطلاب، وعنا different types of scholarship، في عنا للمتفوقين
بياخذوا كمان سكولرشيب للسيبلينج اذا اخت وخي عم يدرسوا بنفس الجامعه كمان عندهم ديسكاونت، بالاضافه للفاينانشال ايد اللي بيقدم طلب فيه الطالب اللي بيحتاج لمساعده وبيندرس الطلب ولنتاكد فعليا انه بحاجه لمساعده وطبعا بيتقدم له مساعده ماديه. اي متى بيتم التسجيل والامتحانات؟ الامتحان اللي حيكون هلا بمارش بنكست ساتردي اول امتحان حيكون، هو بنعمل تو سيشن، وحده بتكون بمارش وحده بتكون بجولاي. اللي حيكون بمارش بدي نبه هون للناس اللي حابين يدرسوا دنتستري او ميديسن انه بيكون في بس سيشن وحده بمارش، بينما الكليات الثانيه بيعملوا دورتين اللي هي بجولاي لنعطي مجال للناس اللي برا بالخليج انه يقدروا يجوا ويشاركوا بامتحانات الدخول. عم بيكون في اشخاص طلاب من الخارج؟ صحيح، وعم بيكون في ريكروتمنت لهالاشخاص، وبالفعل عم يجوا كثير ناس وطلاب لبنانية عم يدرسوا بالمدارس وبيجوا على لبنان ليكفوا دراستهم الجامعية. يعطيكم ألف عافية وضلوا دايما بهالجودة العالية والتطور بجامعة بيروت العربية. أهلا وسهلا فيك بروفيسور رجا فخوري عميدة كلية العلوم الصحية، شكرا لوجودك معنا. شكرا. نأخذ بريك ونرجع.